خط الهاتف معانا. مرحبا بك يا علي ومساء الخير عليك. مساء النور عليك. كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير في شاشة البلد. الحمد لله. علي كايرو، رايك شنو في الغنى الهابط؟ والله ما في غنى هابط، ما في شنو؟ ما في حاجة في الغنى هابط. طيب النوع اخر من الغنى الغير مريح يسمى شنو؟ غنى خفيف يعني. في كلمات ذكيرة لكن ما في حاجة هابط. هل في تصنيف معين لنوع الغنى اللي انت بتقدمه؟ انا بقدم كل انواع الغنى، لو خفيف لو حقيقي ولو ايش على حسب الظروف. انت بتغني من بدري يا علي، وشاهدت لك كثير من الفيديوهات وكثير من الاغاني اللي هي بتتداول بشكل كبير، يعني تحت تصنيف ان هي غنى هابط. او لو اديناك المساحه يا علي انك تعرف لنا الغنى الهابط هو شنو من وجهه نظرك؟ والله انا ما بعرف الغنى الهابط. اغاني خفيفه يعني طرب. اها. طيب يا علي انت بتصنف غناك شنو؟ انا بصنف غناي غنى خفيف. غنى خفيف؟ ايوه غنى جدا حلو. هل بتتداول المصطلح بتاع المغارز ما بين تتداول يعني تصنف غنيات مغارز ولكن ما غنى هابط؟ ايوه يعني غنى المغارز ما غنى هابط؟ بالكلام الحاصل يعني. ما في مشكلة، نحن بعد نخلص منك نسمع رأي الحضور الموجودين معانا. يعني انت حابب انك تعقب او توضح معنى الغنى الهابط او الحاجة اللي بيقدموها الشباب عموما الان واللي بتتداول بشكل كبير وبشكل سريع جدا في الساحه الفنيه. ايوه. انت معانا يا علي؟ معاك. ايوه. قلت لك انت رايك الان في اللي بيحدث في مواقع التواصل الاجتماعي او الفنانين اللي بيطلعوا اغنيه بتكون بشاعر معين لكن بتسمع فيها مغارز، يعني زي كانك بترد لفنان تاني بكلماتك بالحانك وبتصبح الاغنيه متداوله عند الجميع. ده معرض. نعم ومارد يعني. طيب يعتبر شنو؟ انت قلت مغارس صح؟ ايوه. ما المغارس دي رد لكن. لا لا مارد. طيب المغارس شنو ممكن توضحها لنا؟ المغارس ده مش اللي بيحصل في الحياه انت عارفه يعني. اللي بيحصل شنو في الحياه؟ طيب بصوره اوضح يعني. في اغاني بتتكلم عن القوه، اغاني بتتكلم عن كده. طيب الغنى اللي بيسموه هابط ده والغنى اللي انت بتغنيه يا علي، في شعراء بيكتبوه لك ولا بتكون بتتعامل مع واحد من الشباب؟ والله في شعراء بتتداول اغنياتهم على مستوى فنانين اخرين ولا بكون حصريا على علي كايرو؟ والله ما برايا. يعني الان انت تصنف يا علي انك بتغني اي اغنيه؟ انا اي اغنيه بقى. نعم يا استاذ سراج. فنان مغارس يعني. استاذ سراج قال فنان مغارس بمصطلح اخر. والله المغارس حافلة عموما يعني. يعني انت بتترجم الحاجة الحاصة من خلال غناك. ايوه لو ما في مغارس كنت بغني مغارس. استاذ سراج قال لك جري يا كلبة دي شنو؟ ما هي جري يا كلبة ما دايرة التكفير. جري يا كلبة شنو؟ ما عايزة تفكير. وضحها لنا يعني. قصد بقى ما هي ما دايرة توضيح، ما واضحة، جري يا كلبة خلاص. يعني أنت غنيت للكلاب؟ أنا ما للكلاب. أنا غنيت للكلاب البشرية. الكلاب البشرية، والله الله يكفينا شر الكلاب البشرية. أستاذ سراج مايكك شغال ممكن تسأل. علي بيتكلم عن مغارس وعن هو بالمناسبة صوته كويس يعني. يعني من الأصوات اللي أنا بفتكر إنها مميزة. لكن هو بيستخدم صوته في 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 جوانب أو في غنى ركيك ومفرداته ذاته يعني. يعني زول يستحي إنه والله يعني يا علي أنت معانا على الخط؟ ألو؟
عليه يحاول انه يتصل علينا مره ثانيه. استاذ رايك طيب السؤال ده نحن خلينا نتداوله معانا يعني. علي معانا على الخط مره ثانيه. الو 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 ايوه يا علي اتفضل. ايوه استاذ سراج كان بيتكلم معاك على انه انت واحد من الاصوات الجميله لكن بتستخدمها في اغنيات الناس بتستحي بانها تسمعها او تقدمها. هل انت بتستحي لما تقدم اغاني مثل جريا كلبة وغيرها؟ انا ما بستحي. ما في حاجه تخليني استحي. وممكن يعني اغير الطريقه بتاع الاغنيه عادي، لكن الناس بتطلب كده. اغلبيه الناس ما الناس كلها. انت بتتم تصنيفهم على ياتو اساس؟ والله بتم تصنيفهم على انهم عندهم مدارس بس ما اكثر. لا الناس بتطلب منك كده وين يعني؟ انت صنفت انه كل الناس بتطلب الاغنيات دي. اغلبيه الناس ما كل الناس. ايوه. لا انا قصدي انه عندك تصنيف معين لانه اغلبيه الناس بنسبه معينه هي بتطلب الغنى الموجود الان في الساحه. أيوة. دي فالناس مستمره فيه. والله الناس اتفضل يا استاذ سراج شوف معاك على خط مسامعك. يا علي كاين. ما انا براي. يا علي. علي كاين. ايوه. طيب أيوة. انت الشعر اللي بتقوم بتغنوه انت ومروه الدوليه وموروكو وعايشة الجبل واخرين كسر يعني زي يا جري يا كلبه دي مثلا. ها؟ والله نحن ما نعم؟ ما بنقدمش. ليش؟ عارف يكون عنده حاجه ثانيه ترسمها. طيب الشعراء ده المصنفين يعني انا كفنان حابه اقدم غنى معين معروف انه الشاعر ده بيكتب لي النوع ده من الغنى؟ نعم. الشعراء ده المصنفين ان هم بس بيقدموا يعني اغنيات بالشكل ده؟ لو انا حابه اغني اغنيات زي اللي انت بتتكلم عنها بيقدموا الاغنيات غير دي يعني. طيب بيتم اختياركم انتوا كفنانين للاغنيات اللي بالشكل ده على ياتو اساس؟ الناس ما سامع اغنية واحدة خلاص الناس في معاك خلاص صنفوه يعني. ايوه يعني معناه انت تصنفت تبع الاغنيات المغارس فنان مغارس لا يوم صنفوني كده لكن انا بجوائي ما صنف نفسي. عندك غنى طيب غير غنى المغارس او غنى المتداول اللي بنعرفه نحن كلنا او شاهدناه من خلال مواقع التواصل؟ الناس بتبدا تتداول غنى المغارس. ايوه لكن غير كده عندك موجود؟ ايوه عندي. ليه ما حابب تسهروا للناس طيب؟ والله حابب اسهروا لكن ما فرصة. انت طالبت بفرصة وما لقيت؟ انا طالب بفرصة كيف؟ يعني زي ما انت بتطلع غناك اغنيات المغارس ممكن تطلع غنى مسموع مثلا. اغنيات المغارس دي في السوشيال ميديا عادي يعني ممكن انت من هي صفحة تعملها. اها. ايوه. بس في فنانين ظهروا من خلال السوشيال ميديا بالاغاني المسموعة يعني. والان ما شاء الله مجملين الشاشات السودانيه. انت اللي بتختار انه انت عايز تمشي فيها تتراك. ايوه. وانت اخترت الجانب بتاع المغارب. والله انا ما اخترت. انا ما افهم في المراسم لكن. طيب في امكانيه انك تقدم حاجه مختلفه بما أيوة. انك صوت جميل وعندك جمهور يعني. امكانيات ان شاء الله. هتظهر لنا قريب؟ ايوه. تمام نحن في انتظاره معنا. شكرا لك كثير يا علي كايرو. الذكرى هذه اول حلقه تكون معك ان شاء الله. ان شاء الله ما في اي مشكله حبابك. شكرا لك.